صعب اليوم في لغة الفريق، الفريق لم يقدم مستوى يعني يذكر خاصة في الشوط الأول كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هذه كرة القدم فوز وخسارة، مبروك لنادي الهلال، هارلك لنادي الشباب. للأمانة نادي الهلال يعني قدم مباراة كبيرة، كان أفضل في المباراة، يستحق الفوز. كابتن هل وضع عليكم شحن في الشوط الأول تحديدا يعني في بعض المناوشات مع بعض اللاعبين، لماذا كابتن؟ والله شوف يعني في لاعبين صغار في السن، ف في نص خاصة في وسط الملعب، وكانت ضغط عليهم مباراة كبيرة، فما قدموا جيدا في الشوط الأول. الحمد لله على كل حال، مبروك لنادي الهلال. خسارة أفقدتكم الدوري أو ما في الدوري؟ والله صار الهلال أقرب للدوري. شكرا.